احنا رايحين نحاول انه في هذا المهرجان المحليين والجهويين والوطنيين يستفادوا يعني اكثر من هذا المهرجان. عندنا اسماء ثقيله راح تحضر للمهرجان هذا، لو بروغرام البرنامج راح يكتب ويعلن ولا من على يومين. الموعد تاع تيمكاد راح يكون بين 26 جويليه و 30 جويليه. النقل راح نديروا نقل الناس اللي يقدروا يجيوا ويروحوا لتيمكاد ويستناوهم في تيمكاد، ما نعرف 12 الوحده تاع الليل ولا، ويعاودوا يرجعوهم امنين الى ديارهم.